شايف ردود الافعال ازاي بعد التعادل مع النادي المصري في ماتش الاهلي الاخير؟ يمكن حضرتك حطيت ايدك على النقط، يعني اهم نقطه، اهم نقطه ان انت بتوصل كتير جدا، لكن مهم ان انت تحرز اهداف، مهم ان انت يبقى عندك فروت بمواصفات خاصه، مواصفات خاصه. انا مش مطالب ان انا مثلا كفروت داخل النادي الاهلي، انا ممكن يبقى مجهودي بشكل كبير جدا داخل ال 18، لكن احنا محتاجين فروت اللي من نص فرصه يجيب جول. بص 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 يا احمد، في حاجه مش طبيعيه. احنا مجهزين لك كده شويه لقطات من الماتش، عايز اقف يعني عندهم، لانه انا متاكد ان الكور دي لو كل كره او كل فرصه، النتيجه الطبيعيه للماتش ده، النتيجه العادله للمباراه دي 4-1 بمنتهى البساطه والسلاسه والسهوله اللي في الدنيا. الشناوي تالق، شال جون حقيقي من انفراد صريح للمصري، ده جون يستحق النادي المصري لولا براعه الشناوي. اما بقى الفرص الثانيه فجاد لم يتالق، يعني الحقيقه يعني جاد ما بذلش مجهود، احنا اللي بذلنا مجهود في ان احنا يعني ما نفنش الكره بشكل كويس، مع اني متاكد ان الكره دي لو اتيحت مره ثانيه لعبد القادر والشادي والشحات ومن قبله قفشه ولشريف، الكره دي لو اتلعبت 10 مرات 9 منهم هيجوا جول، الوحيده اللي مش تيجي جول هي بتاعت ماتش المصري، يعني هي اللي اتلعبت في ماتش المصري اللي احنا شفناها دي. في حاجة مش طبيعية، يعني القصة مش قصة إمكانيات مهاجمين، لأنه عبد القادر ما يختلفش عليه اثنين، شريف ده هداف دوري، شادي جاي والناس مراهنة عليه بشكل كبير، الشحات يعني مش النهارده هنتكلم على الشحات أو هنقيم الشحات ولا هنقيم قفش، فيبدو إنه لا، في تفاصيل صغيرة إحنا ممكن كجمهور ما نبقاش فاهمينها أو مستوعبينها. لا أكيد ما فيش شك، لازم يبقى في بعض التركيز بشكل كبير جدا حتى في نهاية الهجمات. انت من النادي الاهلي من الفرق اللي مش هنقول مثلا كل ربع ساعه نص ساعه مثلا بتوصل للفريق المنافس، انت كل 10 دقائق او كل 5 دقائق او كل 3 دقائق. ده في كور ملعوبه حلوه جدا، ما انا بقول لحضرتك الكره اللي عملها شادي وعبد القادر معموله كويسه جدا. لكن انهاء الهجمه زي ما حضرتك قلت، تعال نشوف كده، هي في يعني المكان. تعال نتكلم واحنا طبعا شايفين، تعال نستعرض معاكم كده، نسترجع كده شريط فرص الاهلي. نبتدي الاول، هتقولنا كرة قفشة وشريف، الكرة اللي أصيب فيها، طب دي كرة قفشة والشحات، يعني طبعا الكرة يعني، وقفشة الحقيقة لعيب طماع، يعني دايما لعيب طماع. هنا بص احنا لو نعرفش ليه قفشة خد القرار انه يباصي بصراحة، ممكن ده سؤال. لو نعكس الاتنين لعيبة اللي بيجروا، حسين كان هيبقى تصرفه فيها أحسن من كده، يعني لو حسين الشحات مكان قفشة يمكن عملها قبل كده في بطولة أفريقيا، ياخد الكرة من نص الملعب، كان هيبقى وهو رايح. انت بتتكلم على جون الوداد اللي رقص فيه، جون الوداد اللي رقص فيه وكان المفروض يلعبها القفشه، قام رقص هي تاني. هي برضو هي راحت للشحات ورا سنه، يعني برضو عشان ندي الشحات، انا يعني مش بدي عذر، بس يعني هي الكره راحت ورا سنه، هو مرجح رجله، بص لورا شويه، الكره كانت في ظهره. هنا برضو دي كره المصري اللي شالها الشناوي، براعه بصراحه، الشناوي عالمي في الكره دي. هو الشناوي خضه في الانفراد، يعني هو فوجئ بالشناوي قدامه، فدي حاجه تحسب للشناوي. لكن عايز اتكلم على الكره بتاعت قفشه، ان هو مليون في الميه ان هو فكر تفكيرين، انه يشوط ويباصي، ان هو يجيب جول، وغير قراره في اخر لحظه ان هو يلعبها لحسين، عشان كده تلعب بالشكل ده. لكن لو لعبها صح لحسين طبعا دي كره تانية، فرصه من قفشه. تفتكر اصابه قفشه كانت يعني كانت مأثره عليه؟ يعني فكره برضو يعني دي كرة طبعا بتاعت عبد القادر، برضه انفراد صريح ملعوبه بشكل اكتر من رائع بين شادي وعبد القادر، بس انا بشوف ان هو لو حطها في زاويه وحطها في المكان اللي فيه الجول، يعني ممكن نعيد كرة عبد القادر دي تاني. عبد القادر لو تيجي من الزاويه الخلفيه هو حطها في نص الجول، لكن هو لو حطيتها على في زاويه من الزوايا، يعني بص هو لعيبها في نص الجول، لو لعيبها في البعيده مليون في الميه هتخش، هي هتبان من الزاويه دي، من الزاويه الخلفيه، هي من الزاويه هي دي الزاوية من الزاويه دي. بص هو حطها في نفس الجول، في نص الجول بالظبط، في الحته اللي في نص الجول، هو لو حطها في البعيده هتروح جول. ايوه هي الزاويه دي. هي لازم تتشط فيرست تايم بصراحه، يعني لو اتسندت هتبقى صعبه قوي، ملهاش غير انها تشط فيرست تايم، بس في زاويه من يعني يمين او شمال. دي بعض الفرص، دي بعض الفرص اللي لازم لا، في فرصه كمان، في فرصه كمان لشادي، وفي واحده بتاعت حمدي فتحي في السته، والهيد ودي اصلا حمدي نازل عشانها.